هل اشتغلتي مستشارة إعلامية لرئيس البرلمان السابق سليم الجبوري؟ مستحيل. سمعتي بموضوع الكوافير اللي تم خطفه؟ من هذا؟ سمعنا أنه كوافيرك الخاص تم خطفه من قبل زوجة أحد السياسيين. هذا كذب يا معاد، الله يخليكم. هاي معقولة نحن وصلنا للعقلية هاي؟ شنو هاي؟ والله العظيم يعني كوافير إذا عايفين مصالح البلد كلها والدنيا كلها وملتهين بالكوافير؟ زين أوكي. حتى أنا ما عندي كوافير، خلي بالك عندي كوافيرة يعني هاي صالي 10 سنين عندي كوافيرة. زين شنو السؤال اللي مستحيل تسأليه ومستحيل تجاوبين عليه؟ كل الأسئلة أسألها وأجاوب عليها، ما عندي شيء أخاف منه. ماكو عندي سؤال محظور ما تسألي لأي ضيف ما تحبين؟ لا لا ما عندي أبد. شكد عمرك؟ يعني شكد تشوف عمري أنت؟ شفتي ما جاوبتي. لا بالعكس ما عندي مشكلة، بس العمر مو بالهوية، العمر بالشكل. يعني هو العمر الإنسان يعني مثلا يعني أنا إذا تجيني على تجربتي بالحياة أقول لك عمري 120 سنة، أنا عندي تجارب هواية. زين راح أجاوب على موضوع إذا العمر. إذا تجيب وحدة بعمري يمكن ما عدها يعني 10% من التجارب اللي أجاوب عني على موضوع العمر. كيفك؟ 27. لا مو 27. نصفتك. بالثلاثينات. زين شنو قصة أرضك المغتصبة بالنجف باختصار؟ والله ما عندي أرض بالنجف. أنت قلتي. ما عندي بالنجف أرض؟ وين اللي كانت مغتصبة ورجع لك إياها؟ بالنجف؟ لا مو بالنجف. بعد وين؟ ما عندي بالنجف يعني ببغداد؟ بغداد ايه. مو مغتصبة يعني ناس سيطروا عليها وأخذوها واستملكوها وهددونا وبعدين رحت إلى أحد الرجال الدين المحترمين ورجعنا الأرض وعاقبهم. منو كان؟ يعني خلينا نعبر هذا السؤال يعني بس شخصيات محترمة كلش.